السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم عناوينها. فرع حركة رشاد في باريس ينظم محاضرة حول سياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة من قبل السلطة ومسؤولية المجتمع المدني في إقامة دولة القانون. الخارجية الفرنسية تصر على ضرورة كشف الحقيقة في قضية اغتيال رهبان تبحرين بعد تأجيل زيارة القاضي تريفيديك للمرة الثانية. وفيها أيضا بوتفليقة يسارع إلى تهنئة السيسي بفوزه في الانتخابات المصرية. إلى التفاصيل. نظم يوم أمس فرع حركة رشاد بباريس محاضرة ألقاها عضو أمانة رشاد، وهما السادة مراد دهينة ومحمد العربي زيتوت، تحت عنوان بعد 17 أبريل بين تأكيد لهروب النظام إلى الأمام وضرورة حراك المجتمع المدني من أجل بناء دولة القانون. وقد تناول المحاضران الجو السياسي في الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، وأكد على مواقف رشاد الثابتة المنادية بضرورة التغيير الجذري والسلمي للنظام القائم، مصرحين بأن مصطلح انتخابات لا يعني شيئا في الجزائر، لأن الشروط الضرورية لهكذا عملية غير متوفرة في البلد، وقد درج النظام على تزويرها منذ أن اغتصب الحكم من الشعب وتسلط عليه. وأوضح عضو أمانة حركة رشاد بأن عملية التزوير لم تعد تتم من خلال حشو صناديق الاقتراع، فتلك طريقة قديمة وبالية على حد تعبيرهما، ولكن عملية التزوير تتم بالأساس من خلال الأساليب المنتهجة في تنظيم هذه العملية في شتى مراحلها، إذ جميعها أساليب درست لضمان استمرارية النظام، وهنا يكمن الخلل. وركز المحاضران على أنه لا يمكن تحقيق التغيير المنشود في الجزائر من خلال هذه الانتخابات، بل إن الأوضاع ستزيد سوءا وتعفنا لجملة من الأسباب، منها الانتهاك المتكرر للدستور من قبل السلطة ذاتها وتزايد الإجرام في كواليس هذه السلطة وظهور خيانة النظام علنية بعد فتح المجال الجوي للقوات العسكرية الغربية بلا قيود، ثم فرض رجل مقعد مشلول رئيسا على البلاد رغما عن الشعب. وشدد السيدان دهينة وزيتوت على ضرورة اطلاع النخب بدورها الطبيعي وتحمل مسؤوليتها المنوطة بها في بناء دولة العدل والقانون، سواء كانت داخل الوطن أو في المهجر. كما حذر المحاضران من الخطر المحدق بالبلاد والعباد إذا استدام سكوت هذه النخب، خاصة أمام تفاقم الأوضاع المنذرة بصراعات شرسة وشيكة. هذا وقد تبع المحاضرة نقاش أجاب المحاضران فيه على أسئلة الجمهور الحاضر. هناك أسباب متعددة جدا كمؤشرات لهروب النظام إلى الأمام، وأولها هو أنه لم يستطع إيجاد أي شخص آخر يمشي على رجليه باش يديروا رئيس، يعني نتيجة لما حدث داخل النظام من الصدامات والصراعات، فخلوا الوضع على حاله إلى درجة أنه يصبح للأسف رئيس الجزائر ينتخب وهو على كرسي مقعد على شريطة كما يقول الجزائريين. فهذا واحد من المؤشرات، لكن هناك مؤشرات أخرى، مثلا عندما يتكلموا الآن على الغاز الصخري في وفتح وبداية إنتاجه أو بداية العمل عليه في الجزائر، هذا شيء حقيقة ضد العقل ضد المنطق، لأن الجزائر هي أصلا هناك بحر من الغاز تحت في التراب الجزائري، ولا نحتاج مزيد من الغاز لكن نحتاج كثير من المياه. طريقتهم بهذه هو تدمير للمياه، هذا هروب للأمام في الحقيقة، خدمة لمصالح غربية وفرنسية أساسا اللي هي تحتاج الغاز، وبالتالي فرنسا تمنع الغاز الصخري خوفا على كثير من الأسباب، وهناك أسباب علمية تخشى على الطبيعة تخشى على البيئة وهي تحتاج الغاز تمنع في بلدها، لكن الجزائريين أو النظام الجزائري في الحقيقة لا علاقة له بالجزائريين يفتح لهذه الشركات لكي تأتي وتدمر البيئة باسم استخراج الغاز الذي نحن لسنا في حاجة إليه. الأمر الثالث، تلاحظين أن الأوضاع تسوء في الجزائر، وأيضا المحيط الجزائر قلق جدا، يعني ليبيا تونس مالي النيجر، جزء من هذا القلق وجزء من هذا الوضع خاصة في مالي والنيجر النظام الجزائري تسبب فيه عندما فتح للطائرات الفرنسية والأمريكية أيضا في واقع الأمر إلى الدخول، وإلى الدخول في حرب مع مجموعات مسلحة في هذه المناطق، لأن تدفع ثمنها
وبقوة، لكن هناك سياسة هروب إلى الأمام، بدل من أن يواجهوا حقيقة أخطاء في السياسة التي ارتكبوها يبعثون بعشرات الآلاف من أبنائنا من إخواننا إلى صحراء في هذا الوضع السيء في صيف حارق وإن درجة الحرارة تصل أحيانا إلى 50 درجة أو أكثر، يبعثون بعشرات الآلاف من الشباب هناك غير مراعين لما يحدث لهؤلاء من كثير من المشاكل خاصة النفسية لتأتي. للأسف هناك كثير من المؤشرات التي تقدم لنا من أن النظام يعيش في عالم آخر، في كوكب آخر، يهرب إلى الأمام وخاصة يتحالف مع الخارج، عسى أن هذا الخارج يمنع سقوطه. أعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية عن استيائه لإلغاء الزيارة التي كان من المفترض أن يجريها القاضي مارك تريفيديك يوم السبت إلى الجزائر لاستكمال التحقيقات الخاصة بقضية اغتيال رهبان تبحرين. وكان يعتزم القاضي إجراء تحاليل مخبرية على رؤوس الرهبان الذين تم فصلها عن الأجساد يوم 30 مارس من عام 1996، غير أن السلطات الجزائرية امتنعت للمرة الثانية عن توجيه الدعوة الرسمية إلى المعنيين. هذا وتجري حاليا اتصالات بين الطرفين لتحضير الزيارة المقبلة حسب ما أفاد به الناطق باسم الخارجية الفرنسية. وتجدر الإشارة أن إعادة فتح الملف جاء بعد إلحاح أقارب الرهبان لإعادة البحث في ملابسات الجريمة، نظرا لعدم ثقتهم في الرواية الرسمية للسلطات الجزائرية التي ادعت أن العملية نفذتها الجية، معللة روايتها ببيان صادر عن هذه الجماعة المشكوك فيها وفي اتصالاتها بجهاز المخابرات، خاصة بعد تقديم العديد من الشهود من عناصر هذا الجهاز وضباط سابقين في الجيش الجزائري الذين أكدوا تورط جهات في السلطة في هذه الجريمة، والتي كان الغرض منها حسبهم إجبار الرهبان على مغادرة الجزائر لتفادي شهادتهم على ما يجري من حولهم في إطار الحرب على ما كانت تسميه السلطة أنذاك حربا على الإرهاب عقب انقلاب يناير من عام 1992، غير أن العملية انتهت بشكل مأساوي بعد افتضاح تورط الجهات العسكرية في عملية الاختطاف، مما أجبرها على إنهائها دائما حسب الشهود من خلال إسكات الرهبان إلى الأبد. وأمام إصرار أسر الرهبان في مطالبهم أجبر الرئيس الفرنسي على طلب إعادة فتح الملف، وهو ما استجاب له رئيس بوتفليقة رغم إعلانه أن الملف مغلق وإصداره قانون المصالحة الذي يجرم كل من يطالب بالحقيقة والعدالة وينزل عليه عقوبة السجن والغرامة المالية. وبهذا الصدد أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن فرنسا مصممة على تسليط الضوء على الظروف المأساوية التي أدت إلى وفاة الرهبان، مضيفا أن هذه القضية محل نقاش متواصل من قبل السفارة الفرنسية في الجزائر مع قادة وزارة العدل الجزائري، وأضاف أن من مصلحة الجميع معرفة الحقيقة وعلى وجه الخصوص ظروف وفاة رهبان تبحرين. بعد ساعات قليلة من الإعلان عن فوز المشير السيسي في انتخابات مصر بنسبة 93% من الأصوات، وجه الرئيس بوتفليقة رسالة إلى نظيره المصري لتهنئته بانتخابه رئيسا لمصر. وقال بوتفليقة في رسالة التهنئة أنه يطيب له إثر انتخاب السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة أن يتقدم إلى فخامته باسم الجزائري شعبا وحكومة وأصالة عن نفسه بخالص التهاني وأطيب التمنيات، سائلا الله جلت قدرته أن يمتع الشعب المصري بموفور الصحة والعافية وأن ينعم على الشعب المصري الشقيق بأطراد التقدم والرفاهية على يد السيسي بعونه تعالى وتوفيقه، يضيف بوتفليقة. والملفت للنظر أنه رغم المقاطعة شبه الكلية لتلك الانتخابات وأجواء الاحتقان والتزوير، وصفها بوتفليقة بأنها كانت انتخابات ناجحة، قائلا أن الشعب المصري أثبت عبر مشاركته في نجاح الانتخاب الرئاسي وبوعيه وسلوكه الحضاري أثبت إرادته القوية للمضي قدما في بناء مستقبله الواعد في كنف الأمن والاستقرار بما يحقق تطلعاته في التقدم والازدهار، على حد تعبير بوتفليقة. وتأتي هذه التهنئة حسب مراقبين من رئيس منتخب بشكل فاضح إلى نظيره المصري لتؤكد مرة أخرى أن البلدين يمران بتجربة مشابهة إلى حد كبير ابتداء من انقلابهما على خيار الشعبين ثم إدخالهما بلديهما في أتون حروب دموية يدفع البلدين ثمنا باهظا جراء تعنت هذه السلطات في تسيير البلاد رغم أنف شعبيهما،
وكذا التسبب في تفويت الفرص على الشعبين للانعتاق من حكم الاستبداد والتعسف. وفي الختام ندعكم مشاهدينا الكرام مع هذه المختارات من الصور الكاريكاتورية. وقبل أن نفترق نذكركم مشاهدينا أنه يمكن لكم التواصل معنا عبر عنواننا على البريد الإلكتروني info@rashid.tv بالإضافة إلى صفحتنا على الفيسبوك، كما ندعوكم أيضا إلى زيارة موقعنا الرسمي على الأنترنت. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.